هلو، النهارده جايه بريفيو. انا عارفه ان هو متاخر لان الساعه دي نازله بقالها كتير. هي من هواوي، بس هي جات لي هديه، ولما جات لي قلت اجربها واشوف امكانياتها ايه واعرف هي حلوه ولا وحشه عشان اطلع اقول لكم عنها الريفيو بتاعها. هي جات لي بقالها شويه فقلت اجربها يعني وكده، وبصراحه جربتها وطلعت ممتازه حلوه جدا 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 وعجبتني. هي اسمها هواوي باند 6 من هواوي. ده شكل العلبة بتاعتها، ودي من ورا كاتبين هي بتعمل ايه بالظبط، بس انا هقول لكم برضو في الفيديو لان انا جربتها. هنا فتحت العلبة، ده شهادة الضمان، ودي شكلها من جوه. انا طبعا كنت فاتحاها، وده الشاحن بتاعها هوريها لكم في اخر الفيديو. وده طبعا الكتالوج بتاعها وازاي تستعمليها وكده. ده هنا بيوريك ازاي تشحنيها. طبعا هنا الساعة انا كنت فاتحاها ومستعمليها. طبعا هي فيها لغات كتيرة جدا، بس انا كنت عاملاها انجليش. دي تقدري تشغلي منها الموسيقى. هنا بتقيسي الطقس، و بتعمل حاجات كتير. هنا بتقيس نبضات القلب والضغط الدم في الجسم. اهي بتدوسي عليها زرار من الجنب بتجيب لك كل حاجه. بتقيس قد ايه انت نمتي نوم، يعني اذا كنت خدتي كفايتك في النوم او لا. نوتيفيكيشن، فيها منبه، فيها ستوب ووتش، فيها فايند فون. ودي هعرفها لكم ايه هي الفايند فون ده. هنا فيها فلاش، طبعا لو ماشيه في حته ضلمه او حاجه بتدوسي على فلاش بتنور. فيها امكانيات كتيره قوي تستعمليها، حلوه جدا. دي اهي فلاش بتنور كده، بتدوسي على الزرار تغير وبتنزل من فوق كده، بتجيب لك كام في الميه وتجيب لك التاريخ والاعدادات. وده طبعا وضع اللي هو النوم. دي بتاعت النوتيفيكيشن اللي هي الاشعارات بتاعت الواتساب، بتاعت الفيس، بتاعت الحاجات دي، بس هي بتاعت الواتساب. هنا دي الستوب واتش بتظبطيها، ودي الساعه اهي بتظبطيها طبعا، وبتدوسي نيكست وكده. اهو دي فايند فون، ودي السيتنج. السيتنج فيها انك تخش تقيسي ضربات قلبك، السطوع بتاعها تقدر تنوريها قد ايه كده يعني. دي تعمليها سايلنت عشان هي لما بتيجي رسالة او حد بيرن عليكي بتقعد تزن في الايد لحد ما تردي او تعملي اي حاجة من الموبايل او منها. بالظبط كده، دي كل الحاجات اللي فيها. زي ما قلت في الاول موسيقى ونوتيفيكيشن. وهنا كانت عايزه تشحن، كانت 10% بتجيب لك بالظبط كده. بتقعد 14 يوم ما شغاله معاكي لما تشحنيها 100%. ضد الميه لحد 50 متر تحت الميه. ويعني بصراحه هي تحفه. ده الابليكيشن بتاعها، بتنزليه على الموبايل، اسمه هيلسي. ده شكل الابليكيشن، هوريكو ازاي تعملها كونكت او تشغلوها من الموبايل علشان تلقط كل حاجة بقى، الاشعارات والموسيقى وكل حاجة. هنا انا كنت بشغلها هاي كده، في دي كلمة كونكت، وبتدوسي كونكت تاني تحت، وبعد كده بتدوسي عليها كونكت علشان هي فتحت البلوتوث كده عشان تلقط كونكت كده. لقطت، لا كده سوري، بتحمل الكونكت كده، لقطت واشتغلت. فيها ميزات كتيرة جدا، انك كمان تقدري تغيري الشكل الساعة نفسها من جوه، هوريكو ازاي. طبعا ده شكل الابليكيشن، في حاجات كتير قوي انك تعرفي. هي اول ما جت ما كانش فيها كونكت لاي حاجة، بقى فيها عملت لها كونكت للمكالمات والنوتيفيكيشن والميوزك اللي هي الموسيقى وكل حاجة. اهو ده شكل الاشكال بتاعتها، انك تقدري تغيري شكل الساعة اهي،
دول اللي انا محملاهم، انتي بتدوسي عليها تحمليها، بدوس كده عليها وبعد كده بدوس تحت كونكت، عملت كونكت واتغيرت، مثلا عايزه اعمل دي فبدوس برضو كونكت، في ثانيه بتتقلب اهي، عايزه اخليها دي مثلا بدوس عليها بترجع تتغير زي كده بالظبط. سهله جدا، حلوه جدا. انا هخليها على الشكل ده عشان عجبني اهو. ثانية واحدة، ديفايند فون، دوس عليها فايند فون، دي تعملها كونكت من الموبايل، بتعمل الصوت ده او ما بتدوس عليها، عشان لو موبايلك ضايع او حاطه في حته ومش عارفه هو فين بتدوسي عليها من الساعه، بتقعد تعمل صوت عالي وتقعد تدور يعني عشان تعرفي تجيبي الموبايل وكده لو ضايع منك، ودي ميزه حلوه جدا عجبتني. هنا كنت ببعت مسج من موبايل تاني للموبايل اللي كان في ايدي علشان اوريكو ازاي بتيجي الرساله، وليكن كتبت مثلا هاي، هي جت رسالة للموبايل بس ما جاتش على الساعة لان هنا كنت لسه عاملة لها كونكت، فما كانتش لسه لقطت كل الحاجة، بس هي بعد كده لقطت. هوريكم دلوقتي شكل المسج ازاي. انا بعت مسج تاني، اهو كنت المسج مبعوتة من ماما اهي، هو انا رفعتها بايدي، بس هي عامه لما بتكون لما بكون لابساها بتيجي الرساله على طول من غير ما نفتح الساعه اشوف في حاجه جت ولا لا، وغير كده وكده كمان هي بتزن في ايدي بتعرفني ان في حاجه جت اهي. انا فتحتها تاني عشان اوريها لكم. هي من غير ما انا افتح الساعه عشان اشوف في حاجه جت ولا لا، هي بتزن وفيها نور اخضر بينور من ورا، هوريه لكم دلوقتي. النور الاخضر ده بيقيس ان هي شغاله ولا لا، وبتقيس نبضات القلب وضغط الدم، وكمان انك لو بتعملي تمرين وبتجري او كده بيقولك قد ايه انت جريتي. هنا كنت رنيت وادتني تو مسج كول بس تبع الواتساب مش تبع المكالمات بتاعه الموبايل، فادتني تو مسد كول للواتساب، لكن لو رن على الموبايل نفسه بس كده. وده كان الريفيو بتاعي عن ساعة هواوي باند 6، بصراحة هي عجبتني جدا وانصحكم انك تجيبوها، هي سعرها في متناول الجميع، سعرها مش غالي جدا، هي سعرها 900 جنيه، بتشتريها من اي حتة، من هواوي، من بيتك، من اي حتة اونلاين، هي حلوة جدا وبجد بنصحكم انك تجربوها، وبجد فيها امكانيات كتيره قوي 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 زي ما قلت، جري وتمارين وعدد ساعات النوم والضغط الدم وضربات القلب وحاجات كتيره قوي بس. ودي كان الريفيو بتاعنا النهارده، استنوني في ريفيوهات تانية كتير قوي هتعجبكم، بس لو عجبكم الفيديو بقى طبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب.